احنا اليوم نسعى باش نبنوا جهود متشاركه من اجل الرقي بالتعليم الافريقي. هذه الدوره الرابعه من منتدى الشباب الافريقي بعنوان تعليم مرن يناسب القرن 21، واحنا باذن الله باش نرفعوا بالتعليم باش يكون فايت للقرن 21. الشباب الافريقي والشباب الجزائري وشباب المغرب العربي الكل خاصه يشرف افريقيا في كامل انحاء العالم. المداخلات التي قدمها الغائمون عليه كانت مداخلات قيمه ما شاء الله، وتهدف الى الكثير من المستقبل ان شاء الله والبناء. فرصه انه نكونوا نتعرفوا على شباب من مختلف القاره الافريقيه ويكون عندنا هذاك الانتماء وهذاك الاندماج بيناتنا. فخورين بما انه كاين هذيك المبادرات يعني تقوم بها الدول وسياساتها بما انها تدعم الشباب اينما كان. إنها المرة الأولى التي أزور فيها الجزائر وأقضي أوقاتاً رائعة خلال أيام منتدى الشباب الإفريقي. أعتقد أن جيلنا يمكنه تحسين الأمور، لكن على دول الاتحاد الإفريقي الاستثمار بشكل كبير في مجال التعليم، لأنه بدون تعليم جيد لا يمكن النهوض بقارتنا.